أهلا بكم معنا من جديد. تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تجاوز جميع ما شهدته المعارك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي خلال الشهور العشرة الماضية. مسيرة أطلقت من جنوب لبنان واخترقت الأجواء الإسرائيلية قبل أن تسقط في معسكرات في محيط مدينتين عكا وحيفا وتخلف إصابات عدة في صفوف الإسرائيليين، لتعلن بعدها الشرطة الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين، ويفتح الباب من جديد أمام ضعف الردع الجوي الإسرائيلي في التصدي لهذا الهجوم الأخير. حزب الله من جهته تبنى الهجوم سريعا وأكد إطلاق مسيرات انقضاضية ضد معسكرات تابعة للواء جولاني وتحقيق إصابات مباشرة داخلها قبل أن تنقل صور على مواقع التواصل الاجتماعي حرائق داخل أحد المعسكرات. لم يتأخر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في التعليق على التطورات الأخيرة، وخرج في خطاب أكد خلاله على فشل الاستعدادات الإسرائيلية التي تحدث عنها الجيش طيلة الأسابيع الماضية في التصدي للمسيرات. الدقائق بعد انتهاء الخطاب فصلت مقاتلي حزب الله عن إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا تجاه منطقة إصبع الجليل، فيما أكدت مصادر إعلامية دوية انفجارات عدة في منطقة كريات شمونة الشمالية. أما الجيش الإسرائيلي فرد باستهداف قرى وبلدات في جنوب لبنان وتنفيذ طيران الحربي لخرق جدار الصوت فوق العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى لمقتل ستة عناصر لحزب الله وفق إعلان الحزب بنفسه. عملية رجح محللون أنها قد تأتي في سياق الرد على مقتل القيادي في الحزب فؤاد شكر، وهو ما نفاه الحزب مؤكدا أن التصعيد الأخير اقتصر في مضمونه على الرد ضد عملية الاغتيال مسؤول في الحزب بقرية عبا جنوب البلاد. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت، نرحب بالعميد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن طالما أننا أشرنا وقلنا أن هذا التصعيد الأخير يتجاوز ربما كل ما شهدناه في الأشهر الماضية، بالتالي ماذا تقول ربما هنا أو ماذا ترد على من يقول أن هذا ما يمهد للانفجار الكبير القادم قريبا؟ يعني هذا ليس بتصعيد حقيقي، إنما هو رد كبير على عملية اغتيال أحد قادة حزب الله في بلدة عبا على دراجة نارية. وشاءت قيادة الحزب أن يكون الرد بجرعة أكبر من الردود العادية التي كانت تجري من قبل. في هذا الظرف تماما هذا الرد يوحي بأن حزب الله يتمتع بجهوزية كاملة وبحيوية وبمتابعة لكل الأعمال الحربية على طول الجبهة، وأن عملية الاقتصاص من إسرائيل بسبب اغتيال القائد فؤاد شكر ستجري بشكل دقيق وبشكل محضر. يعني وهذه العملية هي شبه مثل يعني عن كيف تسللت المسيرات وكيف اخترقت القبة الحديدية وكيف انقضت على سكنة شاغل في شجرة عفوا في قرب نهاريا وكيف أصابتها. يعني هذه في جانب منها أيضا رسالة إلى الإسرائيليين أن حزب الله قادر على اختراق القبة الحديدية 15 كيلومتر. يعني تعتبر فعلا ربما عذرا مقاطعة تعتبر فعلا أن هناك فشلا إسرائيليا في رصد المسيرات التي تم أطلاقها من لبنان هنا؟ طبعا هناك فشل واضح، ممكن أن يكون فشل جزئي يعني نجاح جزئي، يمكن أن يكون قد حزب الله أرسل 10 أو مسيرات واعترضوا 3 أو 4 منها فسقط البقية على الهدف، وهذا ما سيجري في المواجهة الكبيرة. سوف يطلق حزب الله مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ طوافة أي كروز عديدة أيضا، وقبة حديدية طبعا هي قبة حديدية متقدمة جدا وبتكنولوجيا عالية يمكنها اعتراض الأهداف، لكنها لا يمكنها اعتراض كل الأهداف الجوية. تعترض نسبة معينة 30 40 50 60% من الأهداف، لكن يبقى أن نسبة أخرى تسقط على الأهداف المحددة داخل إسرائيل وتلحق أضرار بالغة
في يعني المنشآت التي يعني تقرر قصفها، وهذا هو حقيقة ما تخشى منه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، من أنه مهما كانت القبة فاعلة ومهما كانت دوريات القوات الجوية الإسرائيلية على مدار الساعة فوق الأجواء الإسرائيلية والأجواء الإقليمية، لكن يبقى هناك إمكانية خرق وأحداث ضرر داخل إسرائيل. طيب، هل يمكن التنبؤ عسكريا ربما بشكل الرد على اغتيال شكر، طالما أن حسن نصر الله هنا أكد في خطابه على أن ما حدث مؤخرا ليس هو الرد الكبير المنتظر؟ يعني من الناحية العسكرية هل يمكن أن نتخيل كيف يمكن أن يكون هذا الرد؟ يعني وصف السيد حسن نصر الله الرد بأنه آت وأنه فعال وقوي، وبينه وبينهم أيام وليالي، كما أنه تحدث في معرض خطابه عن المناطق الصناعية في الجليل القريبة من لبنان، وقال هناك مجموعات كبيرة من المصانع المتقدمة والمهمة والكيماوية في هذه المنطقة وتبلغ كلفتها 31 مليار دولار، وهذا رقم كبير، يعني يشير إلى أن قسم من الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على هذه المصانع. ربما تكون هذه المصانع مضروبة بالنار حزب الله طبعا، وهذا يعني رسالة إلى إسرائيل وإلى الاقتصاديين في إسرائيل وللشعب، من أن هناك ثروته القومية ممكن أن تتعرض للقصف والأضرار بالغة لا يمكن تعويضها. أما يعني موضوع الرد، من غير معروف الهدف حتى الآن، ولا وسيلة الإطلاق لقصف هذا الهدف، ولا التوقيت المحدد لهذا الهدف، لكن ما نعرفه هو المواصفات التي ربما تنطبق على معمل رافائيل في شمال حيفا للأسلحة والصواريخ، وما تنطبق على محطة خضيرة، محطة اتصال الأخبار الصناعية لضرب الاتصالات، ربما تنطبق على قاعدة رماد دافيد الجوية، واضح يعني لأن قصف قاعدة جوية إسرائيلية فيه ضربة كبيرة للعسكرية الإسرائيلية. نعم، العبارة ربما التي نسمعها تتكرر دائما في الأيام الأخيرة هو أن هذه الاشتباكات الأخيرة وهذا التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله يتجاوز كل الخطوط الحمر وما إلى ذلك، لكن هل تعتقد فعلا أن ما يحدث الآن يتجاوز قواعد الاشتباك فعليا التي نعرفها؟ لا أعتقد، لا يوجد هناك تجاوز قواعد الاشتباك، لا تزال المسافة معقولة 15 كيلومتر، يعني إذا أخذنا بالاعتبار أن إسرائيل قصفت في بعلبك يعني على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود، يعني وقصفت في منطقة بيفدون اليوم على بعد 30 كيلومترا، يعني لذلك لا نزال ضمن القواعد المعمول فيها، وليس هذا هو التصعيد الذي يعني ينتظره الإسرائيليون ردا على اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكري. واضح، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، العميد الياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي.